والحقيقة إنه امبارح كلنا كنا موجودين قدام التلفزيونات بعد الساعة 11 بنتابع يعني إطلاق القمر الصناعي 301 نايل سات، وده تم إطلاقه على متن صاروخ فالكون 9 التابع للشركة الأمريكية الشهيرة سبيس إكس من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا. كانت الحقيقة لحظات كلها فخر بالتطور الكبير اللي بنشوفه بيحصل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، وبالتأكيد مصر حجزت مكانها وموجودة وشريكة في هذا التطور. القمر الجديد من المفترض أنه هيكون بديل للقمر نايل سات 201. القمر ده هينتهي عمره الافتراضي عام 2028. القمر الجديد هيقدر أنه يقدم خدمات الإنترنت الفضائي بشكل يغطي كل محافظات الجمهورية والمناطق النائية. هيوفر أيضا خدمة الإنترنت في المشروعات الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا هيوفرها في حقول البترول اللي موجودة في شرق المتوسط. طيب خليني أقول لحضراتكم أنه نايل سات 301 تم بناؤه بإمكانات ويعني قدرات فنية كبيرة جدا. عمره الافتراضي هيكون تقريبا 15 سنة، يضم 38 قناة قمرية. ده غير أنه كمان هيوفر تغطية في نطاق أماكن ما كانتش موجودة قبل كده، زي بنتكلم تغطية كمان توصل لدول جنوب القارة الأفريقية وأيضا لدول حوض النيل، وده طبعا هيساعد أنه يكون في تواصل أكبر مع شعوب القارة الأفريقية، وبيدعم توجيهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات بين مصر ومحيطها الأفريقي. على فكرة أيضا مش بس القمر ده اللي بيخدم مجال الاتصالات في مصر، يعني كلنا نفتكر أن كان عندنا القمر الصناعي طيبة واحد اللي تم إطلاقه في شهر ديسمبر عام 2019. القمر الجديد هيتكامل مع طيبة واحد عشان يكون عندنا تأمين واستمرارية في خدمة الإنترنت الفضائي بشكل جيد، يخدم مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعم التنمية الشاملة اللي بتحصل في مصر، وأيضا يقدم خدمات تلفزيونية عبر القنوات اللي هي فوق الحاجة و30 بعد ما كانت حاجة و20 في القمر القديم. صباح الخير عليك يا هتير. صباح الخير عليك يا مصطفى، ومصبح لحضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.